السلوليت هو ظهور الجلد بشكل غير مرغوب به، ويتمركز غالباً في منطقة الأفخاذ أو الحوض أو البطن والأرداف. فما هي أسبابه؟ هلأ إذا بترفض تجبري حيلا امرأة أو رجل أنه لازم تعمل نص ساعة رياضة بيلاقي 100 حجة و 100 سبب. بالوقت الأجانب بيستعملوا القدمين كوسيلة لتنقل وين ما راحوا. هذا الشيء أولا بينشط الدورة الدموية اللي عند الأشخاص يلي سبب السلوليت أو حتى ترهل القدمين هو من احتباس الماء. فتنشيط الدورة الدموية أساسي مش بس بتناول مأكولات غذائية مفيدة. تاني شيء، نحن أشخاص بنلبس كتير تياب ضيقة، يعني تياب السراء لها دور كتير أساسي عند الأشخاص يلي كل نمط حياتهم قاعدة عطول هن بجلوس، هيدا البوزيشن يلي بدلهم اخدينا. هيدا الشيء كتير له تأثير. زيادة إنه نحن ناس اكستريميست، يا منشرب مي كتير يا ما منشرب مي بالمرة، يا منشرب قبل الظهر كتير يا ما منشرب بالمرة، يا منخليهم لليل. ليه؟ لأنه بحكم شغلنا وحياتنا ونمطها السريع ما عنا حتى وقت فوتة التواليت، فمنفضل نخليهم بالوقت اللي منكون عن جد نحنا مرتاحين فيه. هيدا الشيء كمان كتير له تأثير. مفروض شرب المي يكون مقسم خلال فترة النهار كلها مش خلال فترة واحدة، ولازم كون عم بتأكد أنا هيدا الموضوع عن جد بكل حلقة وبكل مقابلة بركز عليه. كمية المي اللي بدها تنشرب بدها تكون قبل الظهر قد بعد الظهر، كمية المي بدها تكون مقسمة بطريقة أني ما كون عم بشربها دفعة واحدة لحتى ما كون عم بأذي كلوية، والكمية اللي عم بتفوت بدها تكون هي نفسها اللي عم تخرج. اوكي، قد ايه احنا هون عم نحكي عن كميه، بس نقول كميه مي خلال النهار قد ايه لازم تكون؟ لازم تكون تتراوح من لتر وثلاث ارباع للترين ماكسيموم عند الاشخاص العاديه يلي ما بيشربوا مي، على شرط ما نكون عم نحذف من خلالها انه اذا انا شربت مي السوائل يلي هي بالمقابل هي نفسها المي اللي شربتها. لأنه في كثير اشخاص ما بيقدروا يشربوا المي كمي. اوكي، بلشنا هون على... شوي عم نشوف صور جانين هون عن الترهل، يعني هون عن اثنين، عن الترهل، عن الآثار الجانبية يلي بيتركها السلوليت أو نمط الحياة الغير غذائي غير صحي على جلدة المرأة وعلى جلدة الرجل. هلا للأسف بتبين أكثر عند المرأة لأنه بيعيب عليها، لأن احنا على طول صورة المجتمع بتظهر المرأة على أنها هي مانوكان وعندها شيب حلوة، فبتركز عليها أكتر أكتر. إذا بتشوفي هون عم نشوف الوراك، عطول السلوليت بيكون مركز بالوراك. هلأ صرنا عم نشوفه على الزدود وعلى منطقة البطن، هيدا بيكون عم يتأثر بنوعية وكمية الأكل يلي نحنا عم نتناولها يوميا. بقصد بنوعية الأكل الأجبان، الألبان، اللحم الحمراء، حتى الدجاج. إذا نحن بنعمل حيلا ريسيرش لحتى نشوف شو المأكولات يلي بتدعم الجسم لحتى يخفف من ظهور السلوليت على الجلد أو البودورانج، ما ضروري يكونوا جوار. البودورانج هي اللي بتبقى بتشوفيها بالعين المجردة من بعيد بتليلة. أوكي، ما ضروري تكون جوار تحت البشرة، تحت الجلد أو وين؟ تحت البشرة. أوكي. وعند عند الصبايا بتبين قبل فترة الميعاد، قبل البيريد دغري، بحسوا إنه بويتهم منا مزبوطة، بتحسيها هيك مبرقطة. أوكي. نسبة الأشخاص الضعاف عندهم نسبة أعلى من الأشخاص الناصحين، يعني ما ضروري بدي أسألك عن هالموضوع، يعني منه مرتبط أبداً بالبدانة أو إنه حدا ضعيف ما عنده سلوليت. ابدا، بالعكس الضعاف لما بتزور اختصاصيه تغذيه بيكون عندها مشاكل اكثر من اللي عندها زياده وزن، حتى ما نقول ناصحه. للاسف يعني نحن بنستعمل هالكلمات هي ثقيله، بس بالعاده الضعاف اولا لانه ضعاف بياكلوا شو ما كان وكيف ما كان، هيدي الحجه تبعهم بالوقت يلي هن نوعيه الاكل اكثر شيء بتاثر على جسمهم واكثر شيء بتظهر. لزيادة الوزن حجتها معه، بس تضعف رح يروحوا، لضعيفة ما عندها حجة. وبعد معرفة الأسباب، هل ثمة سبيل للتخلص منه؟ أولاً السلوليت منه بسهولة بيروح إذا أنت ما غيرت نوعية أكلك، وهيدي المرحلة بدها تتراوح من 6 جماع ل 6 أشهر
اولا. ثانيا بلا ما اكون عم بستعمل كريمات وبعرف كثير ناس بدهم يقولوا لي انه استعملته كانت نتيجته فاشله، هيدا الشيء مش مزبوط. بمعنى انا ماني عم بعمل التصنيف لاي ماركه ولا اي براند، انا عم اقول استعمال الكريمات مع اتباع نظام غذائي خالي من المأكولات اللي سبق وذكرتها، مع تنشيط للدورة الدموية بطريقة إني زيد نسبة الحركة واشرب مي أكتر، الكرام رح يعطي نتيجة فعالة. وفي كتير مواقع على التواصل الاجتماعي عم نشوف عليها إنه في مساجات عم يستعملوها الفيزيوتيرابيوت عم بتكون كتير فعالة. أنا مع هول بيحكوا عنهم تكسير السيلوليت اللي بيصيروا يقولوا انه هي بتكون مثل يمكن دهنيه كبيره جوات الجسم مجمع. صح بيصيروا يكسرون اذا عم في وجع كثير قوي مليال عن اليدوي. انا مع المساج اليدوي يلي اثاره جانبيه على الجلد بتكون اقل من الماشين ودورة فعال، لأنه لما بكون أنا عم نشط الدورة الدموية بكون عم بشتغل على السيستام الليمفاتيك وعم شغل المي، لأنه من بعدها بيصير في دريناج ومن بعدها بيصير في كمية مي كبيرة عم تظهر بدر البول. وكما تحدثنا بعض أصناف المأكولات تؤثر في بروزه، فهل ثمة أصناف أخرى تساعد في تخفيف السليت؟ نحن بنعرف انه الكافيين هو مصدر مهم لدر البول، كترته بتزيد من احتباس المي. فللاشخاص اللي بيشربوا كتير قهوه ما لازم نتعدى الفنجانين لثلاثه ماكسيموم بالنهار، هيدي بنكون عم نحارب فيها نسبه احتباس المي يلي بتكون هي اصلا كسلوليت كتل دهنيه. لما بنزيد من احتباس المي بتصير بارزه اكثر وبصير شوفها اكثر بعيوني. من اذا انا معوده اشرب كميه كافيين عاليه وما بقدر خففها بسهوله، بنقل على الشاي الاخضر يلي بيحتوي على نسبه مضادات للاكسده مرتفعه، بكون عم امن الكافيين بكون بنفس الوقت عم زيد هالماده يلي بتساعدني لحتى انا اعمل بوست للجلده وظهر البيبي وظهر المي اكثر. في عنا الفواكه الموسميه يلي هلا موسمها مثل الدراع المشمش والبطيخ، لأنه بيحتووا على نسبة مي مرتفعة هن رح بيزيدوا من در البول، حيزيدوا من نسبة إن خفف السليليت. البيض والأسماك البحرية يلي هي مزيتة مثل السومو وغيرها إن شاء الله نقدر نضل نشتريها، بس صارت صعبة، بس اللحمة صارت أغلى. وأنا ذكرت بأول مقابلة إنه الريد ميت أو اللحوم الحمراء بتزيد من نسبة ظهور هال قصص البشعة على جلدي، ففيني استبدلها. هلا زينة يعني افضل نروح على السمك، على كل شيء ما بيحتوي على لحمة حمراء. اوكي، بمعنى اذا انا بقسم اسبوعي وبنظمه كوني اكيدة انه السكادجول تبع الماديات تبعي رح يكون كمان منه كبير. بس اذا انا بدي اشتري كل شيء مع بعضه والفكرة زرعتها براسي اني انا عم بعمل دايت والدايت تكلفته غالية، هون رح كون عم بفوت بدباجة ما رح اقدر اقنع حالي فيها. أوكي. فالأكلات يلي عديناهن موجودين بكل بيت وفينا نجيبهم لكل العيلة، هو الطريقة يلي بدي اتناولهم فيها الأصح. كل ما بخفف من السكر الأبيض من الخبز الأبيض أو الحبوب البيضاء بكون أنا عم ميل لأني صحح جسمي. وبعد تقديم النصائح عليك التحلي بالصبر، لأن النتيجة لن تكون آنية بل تحتاج إلى وقت طويل نسبياً.